في متحف اللوفر في فرنسا هنالك لوحة غريبة اسمها مات الشاه كش ملك. ترى فيها الشيطان يجلس على اليسار وأمامه لوحة شطرنج ورجل يجلس أمامه. ذلك الرجل يضع يديه على رأسه ويبدو بائسا تائها فاقدا للأمل. وكان هنالك مجموعة من الرياضيين والأبطال العالميين في زيارة خاصة للمتحف، وكان من بينهم بطل العالم الأول في الشطرنج. قام هذا البطل بالمرور بجانب هذه اللوحة، حينها أخبرهم المرشد السياحي أن تلك اللوحة تعبر عن إنسان خسر معركته أمام الشيطان. وبعدها انتقلت المجموعة لرؤية اللوحات الأخرى. أما بطل العالم بالشطرنج فظل واقفا في مكانه واستمر بالتمعن بتلك اللوحة. لاحظت المجموعة أن الشاب ليس معهم. عاد إليه المرشد بسرعة وقال له: لقد تحركنا، هل أنت آت معنا؟ أخبره: حسنا، إني فقط كنت أنظر إلى هذه اللوحة. رد عليه المرشد: نعم، إنها تدعى مات الشاه أو كش ملك، والإنسان فيها يظهر قد خسر في معركته، وانظر كيف يضحك الشيطان. رد عليه البطل: نعم لقد لاحظت ذلك، ولكني أثناء نظري إلى تلك اللوحة اكتشفت مشكلة. أنت تعلم جيدا أني بطل العالم في الشطرنج، وقضيت حياتي كلها في أروقتها وأمارس معاركها، لذلك الناس الطبيعيين لا يلاحظون ما يلاحظه بطل الشطرنج. فعندما رحلتم تمعنت جيدا في ضحكة الشيطان، ورأيت وجه هذا الإنسان كيف أنه في يأس شديد، ولكنني اكتشفت شيئا صادما في لوحة الشطرنج، فأقترح عليكم إما تعديل اللوحة أو غير اسمها. أجابه المرشد بذهول: لماذا علينا أن نفعل ذلك؟ رد عليه: أنت تعلم جيدا من أكون، وحينما تمعنت باللوحة مرارا وتكرارا اكتشفت أن الملك لا زال أمامه محاولة إضافية. لذلك أنا هنا في هذا الفيديو كي أخبرك، نعم أنت من تسمعني، إذا كان اليأس يحاصرك، تظن أن حلمك قد ضاع، تظن أن القادم ليس لك، تذكر ومن هذه القصة أنه أمامك محاولة إضافية. في عمق يأسك، غارقا بين همومك لا أحد يدري بك، غارقا في أحلامك المتناثرة، قم على قدميك، قف وانظر حولك، هناك محاولة إضافية، مقبل على سنة مصيرية، مقبل على امتحان نهائي. أخبرهم أن الملك يتعب، إن الملك يغيب، يحني، يفني، يتكسر، يتمرمر، يتقلب، يتعذب، يبكي ويحلم، يندب ويتألم، ولكن الملك لا يموت أبدا. أنتم في ملعب الآن، وأنا من يضع القواعد، فيا مرحبا بالآتي.